السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة، رمضان كريم على الجميع، وعلى أرواحكم الكريمة. أتمنى من الجميع إن شاء الله بالصحة والعافية. اليوم محاضرتنا الأولى على مادة التدقيق والرقابة الداخلية. اليوم إن شاء الله راح ناخذ الفصل الأول. آسف، الكتاب حقيقة ببعض الشفرابيط وبعض التأشيرات. هذا الكتاب مأخوذ من مكتبة الكلية، فالطلبة قاموا ببعض التأشيرات عليه. اليوم إن شاء الله محاضرتنا عن التدقيق. ما هو التدقيق؟ تعريفه، مفهومه، أنواعه، إجراءات التدقيقية، معايير التدقيق. في بداية الأمر يجب أن نعرف ما هو التدقيق. طبعا التدقيق هو عرفه الإنسان بشكل بدائي منذ بداية الفرد، ولكن ارتبط بشيء أساسي ألا وهو الحسابات. فالتدقيق يلتصق بجانب آخر اللي هو المحاسبة. لهذا السبب دائما يمكن القول أنه التدقيق والمحاسبة لاصقان. عندنا نقاط أساسية بجانب التدقيق، يمكن نلخصها بثلاث نقاط أساسية. ما هو التدقيق؟ التدقيق هو أن يقوم أفراد بالتأكد من صحة أداء عمل أفراد آخرين. هذه نقطة أساسية بعملية التدقيق. يجب أن يكون أكو أفراد يقومون بعملية التدقيق على أفراد آخرين. النقطة الثانية اللي هي أهم، يجب أن يكون من يقوم بعملية التدقيق غير الأشخاص الذي قاموا بتنفيذ عملية الحسابات. هذا السبب، هاي يمكن أنه نقدر ناخذها نقطة جدا مهمة. والنقطة الأهم بعملية التدقيق هو إعطاء رأي فني محايد. مهمة المدقق هو إعطاء رأي فني محايد، يعني التقرير مالته إن شاء الله راح يقدمه إلى الإدارة أو إلى الجهة مرتبط بها. يجب أنه يكون رأي فني محايد. هاي ثلاث نقاط أساسية بعملية أو مفهوم التدقيق. ولكن ما هو تعريف التدقيق؟ يمكن نقدر ناخذ تعريف التدقيق في الصفحة رقم 1، اللي هو مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تتخذ من قبل المدقق للتحقيق من البيانات الختامية وقوائم المركز المالي التي تعكسان الوضع المالي في الشركة أو في منظمة الأعمال. يعني أكو مجموعة من الإجراءات والخطوات راح يتخذها المدقق لفحص البيانات الختامية وقائمة المركز المالي، بالإضافة إلى الدفاتر والمستندات والسجلات المحاسبية الأساسية، وما هي انعكاس الوضع المالي للشركة. ومن بعد ذلك يقدم تقرير خاص يسمى تقرير المدقق إلى الجهة المرتبطة. ولهذا السبب يشوف النقطة الأساسية نرجع عليها اللي هو بالتقرير مالته هو إعطاء رأي فني محايد. هذا يمكن نلخصه قدر الإمكان بسبب وقت المحاضرة يجب أنه ما تتمدد أكثر، لأن تعرفون البرنامج إذا تمدد أكثر بعد يعني ما تقدر تصعده على الأسئلة. الجانب الآخر اللي هو مفهوم التدقيق. للتدقيق مفهومه، المفهوم الأول اللي هو الحرفي، والمفهوم الثاني اللي هو المهني. المفهوم الأول اللي هو الحرفي، التدقيق يقصد به فحص البيانات والسجلات والأرقام قصد التحقق من صحتها. يعني هنا المدقق راح يفحص البيانات، يفحص السجلات، يفحص المستندات، يفحص القيود والتحقق من صحتها، سواء كانت صحيحة أو خاطئة أو في بعض الأحيان موجودة بها الغش والتلاعب. هذا يسمى بالمفهوم الحرفي. نأخذ الجانب الآخر اللي هو المفهوم المهني بالصفحة رقم 12. المفهوم المهني للتدقيق، أرجو أنه يكون صفحة واضحة لكم. لهذا السبب يمكن أن أكدت أكثر من مرة يفضل أنه اقتناء أو شراء الكتاب. المفهوم المهني للتدقيق اللي هو الفحص الانتقادي. الفحص الانتقادي
المنظم للبيانات المحاسبية المثبتة في السجلات والدفاتر وقوائم المركز المالي للوحدة التي يتم تدقيق حساباتها بقصد إعطاء رأي فني محايد. يعني هنا المدقق راح يفحص فحص انتقادي يشوف أنه شركة أو منظمة الأعمال مطبقة المبادئ المحاسبية الأسس المحاسبية، ويفحص المستندات السجلات القوائم المركز المالي، وبالتالي إعطاء رأي فني محايد بهذا الجانب. هذا تعريفة خاصة للتدقيق. هنا راح يسأل سؤال الطالب، يقول إنه أستاذ راح أخذ التعريف الأول أم أخذ التعريف المهني والتعريف الحرفي؟ يعني إحنا إذا أخذنا التعريف الأول فبالتالي إحنا لخصنا التعريف المهني والحرفي، لأن اثنيناتهم هو تحصيل حاصل أو نفس المعنى، كلهم راح يكون صبوا بجانب واحد اللي هو فحص المستندات والسجلات والدفاتر وقوائم المركز المالي، وبالتالي إعطاء رأي فني محايد. والنقاط الأساسية نرجع على مفهومها الأول بالبداية شرحناها، اللي هو أول جانب أنه نقوم بالتدقيق على الأصول المحاسبية والمبادئ المحاسبية الأساسية، بالتالي من يقوم بعملية التدقيق ليس هو من يقوم بعملية تنفيذ الحسابات. والثالث النقطة رقم 3 اللي هو إعطاء رأي فني محايد. هذا يمكن نلخصه أو نقدر نقول تعريف التدقيق بالإضافة إلى مفهوم. نروح على جانب آخر اللي هو أهداف التدقيق، راح تشوفوه بصفحة رقم 12 وبصفحة رقم 13 و14. هنا معطينا أو مسلسل من أهداف التدقيق حسب الجانب الزمني. يعني أول ما بدأ اللي هو اكتشاف الخطأ وتغيرت هذه النظرة، لحد الآن هاي النظرة موجودة عند المحاسبين أو المدققين، اللي هو بعد لحد الآن ما مطور بنفسه، انه اكتشاف خطأ لا او الغش او التلاعب بالدفاتر والسجلات المحاسبية. لا، احنا الاهداف الاساسية من التدقيق هو اعطاء رأي فني محايد بالاضافة الى تقويم اداء العمل الاعمال في منظمة الاعمال او في الشركات. شنو تقويم اداء في حال انه اكو خطأ معين سواء كان مقصود او غير مقصود؟ اعطاء رأي فني. هذا يسمى هذا من ضمن اهداف التدقيق الاساسية. فبالتالي هنا تغيرت عندنا النظرة أهداف التدقيق. يمكن نروح على صفحة 13 اللي هو مطينا أهداف أساسية وأهداف ثانوية. هنا الطالب يجب أنه يركز بها ومطالب بها. هنا شوفوها، راح أشير لكم إياها يا ريت أنه تنتبهون عليها. ما هو العرض الموجز؟ نستطيع أن نلخص الأهداف الأساسية للتدقيق اللي هو 3 أهداف. هنا الأهداف الأساسية وليس الثانوية. الأهداف الأساسية اللي هو أولا التأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات، هاي يمكن إحنا رجعنا كررناها، التأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في الدفاتر والسجلات والاعتماد ومدى الاعتماد عليها. نقطة رقم 2 اللي هو معاونة القائمين على أداء الوحدة الاقتصادية من تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكن. شلون أنا راح أحقق أقصى كفاية؟ من إعطاء رأيي كمدقق مهني. ولهذا السبب إحنا من ضمن الأساسيات في مهنة التدقيق، التدقيق أو يسمى التدقيق مهنة، فأنا هاي المهنة يجب أنها أوبها بالشكل الصحيح من إعطاء رأي فني بالإضافة إلى تقويم أداء منظمة الأعمال. ليش؟ النقطة الأساسية لذلك هو تحقيق أقصى كفاية إنتاجية. عندنا نقطة رقم 3 اللي هو الحصول على رأي فني محايد. شوف هاي النقطة تكررت عندنا، لأنه الغاية الأساسية من عملية التدقيق اختلفت. سابقا هو اكتشاف الغش والخطأ والتلاعب، لا، صار عملية التدقيق هو إعطاء رأي فني محايد مستند على أدلة إثبات قوية. دائما المدقق بيقدر يعطي رأيه ليش اعتباطه، يجب أنه تكون أكو أدلة إثبات، وهذا إن شاء الله راح ناخذها بالفصول المتقدمة بعملية كتاب التدقيق والرقابة الداخلية. هاي تسمى الأهداف الأساسية. نروح على الأهداف الثانوية، يمكن نلخصها نقدر نلخصها بهدفين، وهذا الهدفين إحنا تحدثنا عنها سابقا، ولكن ممكن إنه نكررها مرة أخرى. نقطة رقم 1 اللي هو من ضمن الأهداف الثانوية اللي هو اكتشاف ما قد يوجد من أخطاء أو غش أو تزوير في الدفاتر المحاسبة.
ونقطة رقم 2 اللي هو تقليل فرص ارتكاب الأخطاء والغش. زين، احنا أول وحدة اكتشاف الخطأ والغش. دائما الخطأ والغش والتزوير، يعني الأخطاء نقدر إنه نقسمها إلى جانبين، أخطاء مقصودة وأخطاء غير مقصودة. أما الغش والتزوير فهو لا، هذا يكون مقصود 100%، لأنه أنا قاعد أغش بيه. فهذا إحدى النقاط أو الأهداف الأساسية. ثانيا، تقليل فرص لارتكاب الأخطاء. هاي شلون راح نقللها؟ من خلال المدقق، تصحيح الأخطاء، إعطاء الرأي، تقويم الأداء، نصح المحاسبين بعض الإجراءات أو الأسس المحاسبية الصحيحة. ولهذا السبب إن شاء الله راح ناخذها بالفصول المتقدمة. نقطة أساسية من مهنة المدقق هو الأبديت، يعني يجب أنه يحدث بروحه، يعرف أنه ما هي الأعمال المحاسبية الحديثة. لهذا السبب يمكن إحنا إذا أريد ناخذها نقطة راسخة، سابقا إحنا كنا نستخدم النظام المحاسبي والمحاسبة الحكومية، هسه بال21 كل القطاعات العامة والخاصة راح تطبق المعايير المحاسبية الدولية. زين، احنا المدقق اذا ما عنده اطلاع على المعايير المحاسبية الدولية، شلون راح يقوم بعملية التطبيق؟ لهذا السبب تشوفون هسه نقابة المحاسبين او جمعية المحاسبين القانونيين دائما عندهم ندوات وورش عمل بالمعايير الدولية وكيفية استخدامها، سواء كانت معايير محاسبية دولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولي ومعايير التدقيق الدولي. هاي عندنا الأهداف الثانوية للتدقيق. نروح على جانب أيضا من الجوانب المهمة اللي هو أنواع التدقيق. طبعا إحنا عندنا 5 أنواع للتدقيق. أولا، التدقيق من حيث النطاق اللي هو يقسم إلى نوعين، التدقيق الكامل والتدقيق الجزئي. نقدر إحنا في بعض الأحيان نتكلم به حسب فهمنا. يعني شنو التدقيق التام؟ اللي هو تدقيق كامل للعمليات المحاسبية وتدقيق السجلات والمستندات المحاسبية ككل. والنقطة أو الجانب الآخر اللي هو التدقيق الجزئي، لا، راح أدقق جزء من العمليات المحاسبية، مثل تدقيق الموجودات الثابتة، تدقيق سجلات خاصة مثل سجل المحفوظات، سجل مدفوعات، سجل أستاذ عام. هذا يسمى بالتدقيق الجزئي. هذا تدقيق، يعني التدقيق الكامل والتدقيق الجزئي، ولكن اكو من يعني كل واحد به مميزات وفي بعض الانتقادات. ثانيا، التوقيت، التدقيق من حيث التوقيت اللي هو التدقيق المستمر والنهائي، راح نشرحه هسه ان شاء الله. ثالثا، التدقيق من حيث طبيعة الأشخاص القائمين بعملية التدقيق اللي هو التدقيق الداخلي أي داخل المنظمة، والتدقيق الخارجي اللي هو خارج المنظمة، من هم الخارجيين؟ متمثلة دائما احنا متعارف عليها، يا اما يكون ديوان رقابه ماليه او مراقب حسابات. من حيث درجه الالتزام بالتدقيق اللي هو التدقيق الالزامي والتدقيق الاختياري. التدقيق الالزامي هو الزامي وفق قانون معين، هذا السبب يسمى التدقيق الالزامي. اما التدقيق الاختياري فهو صاحب المنظمه او صاحب المنشاه او الشركه يقوم بتكليف احد المراقبين حسابات او احد المدققين حسب معرفته بتدقيق العمليات المحاسبية في داخل المنشأة أو الشركة. خامسا، عندنا ينقسم أيضا التدقيق إلى نوعين اللي هو التدقيق الشامل والتدقيق الاختباري. التدقيق الشامل أيضا هو تدقيق شامل لعمليات المحاسبية الموجودة داخل منظمة الأعمال. أما التدقيق الاختباري فهو أخذ عينات معينة من الحسابات وتدقيق. وهذا السبب راح ناخذ إن شاء الله أنواع. أولا، التدقيق من حيث النطاق يقسم إلى التدقيق الكامل والتدقيق الجزئي. التدقيق الكامل اللي هو يقصد به قبل شوي نقطة أساسية اللي هو قيام المدقق بفحص القيود والمستندات والسجلات المحاسبية الموجودة في المنشأة أو المنظمة أو الشركة، للتوصل إلى إعطاء أو التوصل إلى رأي فني محايد في صحة هذه القوائم المالية ككل. هذا يسمى التدقيق الكامل. هذا هو دائما يمكن يطبق في المشروعات الصغيرة أو الشركات الصغيرة، لأنه أقدر آخذ أدقق جميع العمليات المحاسبية باعتبار عمليات صغيرة مو عمليات كبيرة. فهذا دائما يكثر التدقيق الكامل بالمشاريع أو المشروعات أو المنشآت الصغيرة. أما التدقيق الجزئي ويقصد به هو قيام المدقق بتدقيق جزء معين من النشاط، كتدقيق المشتريات أو المبيعات أو المصروفات أو النقدية أو جهد المخزون أو المخازن. وهنا يقتصر رأي المدقق على ما حدده من الموضوعات.
يعني ما حدد شنو، يعني ما دقق. فبالتالي أنا قلت ممكن نكلفه، نكلف صاحب المنشأة أو صاحب الشركة إنه تعال دقق لي المخازن أو جرد المخازن. راح يجرد المخازن حسب الكشوفات أو حسب السجلات الموجودة عنده، سواء كان سجل المخزن، الإدخال المخزني والإخراج المخزني، يدققها ويعطي رأي، يعطي الرأي مالته حسب الموجود أو ما قام به من عملية التدقيق. هذا يسمى التدقيق الجزئي والتدقيق الكامل. نروح على التدقيق من حيث التوقيت، يقسم إلى قسمين، وطبعا هذا جانب جدا مهم والتدقيق جدا مهم: التدقيق المستمر والتدقيق النهائي. من اسمه التدقيق المستمر اللي هو إجراء عملية التدقيق وفق السنة، وفق مدار السنة، يعني السنة ككل أني راح أقوم بعملية التدقيق. ولكن هناك بعض الانتقادات للتدقيق المستمر. الجانب الآخر اللي هو التدقيق النهائي اللي هو نهاية السنة. التدقيق المستمر ما هي بعض السلبيات أو العيوب اللي حثت بالتدقيق المستمر أو يجب أنه نخلي النقاط الأساسية عليها؟ أولا، احتمال قيام بعض الموظفين المنشئة بالتغيير والشطب والحذف أو في المستندات والسجلات بعد تدقيقها، سواء بحسن نية أو بسوء. يعني احنا نقول التدقيق المستمر، يعني أنا من المدقق ما راح يدقق هذا الشهر، ما راح يجي الشهر الثاني يدقق نفس اللي دققه بالشهر السابق، لا. ولهذا السبب يقول لك إحدى العيوب بالتدقيق المستمر أنه ممكن للمحاسب أو موظفي الشركة أنه يغير ويشطب ويحذف السجلات والمستندات. أيضا من ضمن الانتقادات عليه، نظرا للزيارات المتكررة للمنشأة يخشى أن تنشأ علاقة ما بين المدقق وبين الموظفي، الأمر الذي يؤدي إلى إحراج المدقق، وخاصة في إعطاء أو كتابة التقرير مالته أو إعطاء رأي الفني. فبالتالي يقول لك احتمال من خلال، خاصة إحنا اجتماعيين، فبالتالي يقول لك إحنا خلال تكرار الزيارات للمدقق راح تنشأ علاقة بين الموظف وبين المدقق، وبالتالي ينحرج في بعض الأحيان من إعطاء الرأي خاص بالموظف أو بالعمل اللي يقوم به الموظف. أيضا من ضمن السلبيات أو العيوب، المدقق عند قيام بزيارات متعددة للمنشأة يؤدي إلى إرباك وتعطيل في إنجاز في الحسابات العامة. وآخر نقطة، قد تتحول عملية التدقيق إلى عمل روتيني، وبإمكان المدقق التغلب على هذا عن طريق إدخال تعديلات في برنامج التدقيق. وها راح ناخذها إن شاء الله، ما هي برامج التدقيق كل واحدة من كثير. هذه تسمى طبعا جدا مهمة، اللي هي سلبيات أو العيوب عملية التدقيق المستمر. وآخر نقطة ممكن ما خلناها، قد يزهو المدقق عن إنجاز بعض الأعمال التي تركها مفتوحة في آخر زيارة. التدقيق النهائي اللي هو يكلف المدقق بالقيام بعملية التدقيق.